الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة من سلسلة صورته ومثاله. ما زلنا مع القديس يوحنا ذهبي الفم في عظاته الممتعة عن سفر العبرانيين وشروحات جميلة لبعض الأجزاء اللي تبدو صعبة. وصلنا في عبرانيين 6 بعد ما حذر اللي بيفكروا في الارتداد وشرح لهم انه ما فيش معمودية تانية وان التوبة هتبقى توبة لازم تبقى صادقة جدا. قال لأن أرضا شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. هنا حذرهم وقال لهم بصوا انتوا عاملين زي الأرض اللي خدتوا مطر كتير قوي، تطلع زرع كويس المطر يكمل والفلاح يستنى، المطر نزل كتير والأرض ما بتطلعش غير شوك وحسك، نقفل عليها بقى ونحرق شوية الزرع دول ونشوف لها حل. فبيخوفهم انه الارتداد معناها هلاك ابدي وفي لعنه وفي حريق. بعد ما خوفهم قديس بولس كعادته رجع يشجع تاني. دي طريقه القديس بولس لانه متشبه بالمسيح. المسيح له كل المجد في عظاته، يخوف ويشجع، يحذر ويثبت برضو الايمان ويسند، لانه الناس المتهاونه تحتاج للتحذير والتخويف، الناس اللي خوافة بطبيعتها تحتاج للتشجيع ودفع القدام. فبيقول ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص. يعني قال لا الكلام مش عليكم، انتوا دايما شايفينكم أحسن من كده، وتيقنا من جهتكم يا حبايبي أمورا أفضل، يعني احنا متوقعين منكم أحسن من كده. لما بقول لكم أرض هتتلعن لا ما أقصدكوش أنتوا، بس أنا لازم أقول لكم لو واحد اتدلع قوي دي نهايته، لكن من ناحيتكم أنتم إحنا شايفينكم إيه، نتوقع منكم دايما أمورا أفضل ومختصة بالخلاص. أي أننا لا نقول هذا الكلام لأننا نريد أن ننتقدكم أو نلومكم، ولا لأننا نعتبركم مملوئين بالأشواك، لكننا نتكلم هكذا لأننا نخشى ربما يحدث هذا. فمن الأفضل أن أخيفكم بالكلام حتى لا تحزنوا. وهنا يظهر إلى حد بعيد جدا تعقل الرسول بولس، فهو لم يقول أعتقد ولا أستنتج ولا أتمنى، لكن قال تيقن. يعني إيه هنا كلمة مشجعة قوي، يعني أنا متأكد أن أنتوا حلوين عن كده. نفس الأمر قاله عندما كتب لأهل غلاطية أثق بكم في الرب أنكم سوف لا تفتكرون شيئا آخر. دايما الكبير لما يدي ثقة في الصغير بتعمل تشجيع كبير قوي. ما تقول لحد صغير أنا متأكد أنك هتعمل ده بشطارة، يحب يثبت نفسه. لكن لما تقول له أعتقد أنك أنت هتعرف، أعتقد دي ضعيفة شوي، أو أتمنى أنك تاخد بالك من اللي بقوله برضو ضعيفة شوي، أنا متأكد أنك هتاخد بالك دي أقوى. فدي طريقة القديس بولس في التشجيع، تيقنا من جهتكم أمورا أفضل مختصة بالخلاص. لم يستطع أن يمتدحهم عن أمور سابقة لأن في ميول للارتداد والشك وكده، ولكنهم يمتدحهم من جهة المستقبل. فقال مثلا سوف لا تفتكرون شيئا آخر، يعني جابها من غلاطية 5 نص مشابه، لأنه في غلاطية برضو لمهم بشدة بسبب أنهم هيبتدوا يمشوا وراء تعاليم غريب. فبعد ما شدهم تمام قال لهم أنا متأكد أن أنتوا هتاخدوا على كلامي، وأنا عارف أن أنتوا شاطرين ومش هتفكروا بطريقة غلط. بنفس الطريقة دي بيعملها في عبرانيين 6. لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. بصلهم في الحتة الحلوة بقى،
وقال لهم حذروا، انتوا داخلين في تعاليم غريبة، انتوا عاملين زي العيال الصغيرة اللي مش عارفة مصلحتها، احنا محتاجين نجيب لكم اللبن، انا مش عارف انتوا ألف بيه وقعت منكم ولا ايه. شد وبعدين قال لهم بس انا ما انساش برضو، انتوا تعبتوا قوي في بداية ايمانكم، استحملتوا كتير عشان المسيح، فانا طبعا عندي عشم ان انتوا هتكملوا كويسين. يا للعجب كيف شدد وقوى نفوسهم مذكرا ايامهم بأمور قديمة متميزة، وألزمهم بألا يعتقدوا أن الله قد نساهم، لأنه لا مناص من ارتكاب خطايا لذاك الذي هو غير متأكد من دينونة الله العدل. لو هم نسيوا الدينونة هيغلطوا ويستهينوا بالغلط، فهو فكرهم بالدينونة وبالقصاص وبالعقاب عشان يخوفهم، ورجع قال لهم بس ربنا عمره ما كان ظالم، ربنا ما بينساش تعب حد أبدا، وانتوا تعبتوا فعلا ربنا فاكر تعبكم. فبعد ما شد الشدة التمام رجع يطبطب ويشجع، وعلى ذلك ألزمهم أن ينتظروا خيرات الدهر الآتي. يعني حكاية ربنا مش ناسي تعبكم يبقى في مكافآت في السماء. من خلال الحديث عن أمور الدهر الآتي سيمكن للمرء أن يشدد ذاك الذي أصابه اليأس من الأمور الحاضرة. نفس الأمر كتب الرسول أيضا في غلاطيا، وحاطط مقارنة بين غلاطيا والعبرانيين لأن الجو كان متقارب. في غلاطيا قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين قد رسم أمامكم يسوع المسيح وإياه مصلوبا، أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أخاف أن أكون تعبت فيكم عبثا. كلام زي الرصاص. وبعدين رجع يقول لهم بس أنا عارف أن أنتم حلوين وبتحبوا ربنا ومش هتمشوا غلط ومش هتصدقوا التعاليم الغريبة، وأنا برضو عارف أن أنتوا تعبتم. بيعمل كده في العبرانيين. بعد ما شد وخوفهم قال لهم ربنا فاكر لكم شوية التعب اللي تعبتوه. أرأيت أن المديح مغلف بالإدانة؟ يعني يدينهم ويواجههم وبعدين يمدح ويشجع. فهو لا يتكلم عن نفسه فقط بل يتكلم باسم الجميع، فلم يقل قد تيقنت وإنما قال تيقنا من جهتكم، يعني دايما شايفينكم كويسين كلنا. وهو يقول هذه الأمور إما إنما لأجل مدح سلوككم، تيقنا من جهتكم أمورا أفضل، يعني شايفين فيكم حاجات حلوة كتير لأجل المكافأة التي سيناولنها. وبعدما تكلم في الجزء السابق عن الأرض التي أخرجت شوكا وحسكا وأنها مرفوضة وقريبة من اللعنة ونهايتها الحريق، فلا يظهر أنه يتكلم عنهم هم بالذات. أضاف على الفور الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. لأن أنت ممكن تقول طب وأنا كل الجهاد والتعب والغلب اللي شفته والاضطهاد اللي استحملته راح علي؟ لا حبيبي ما راحش عليك، بس كمل. لا ربنا ما ينساش تعب حد أبدا، بس تثبت بقى، كمل في الإيمان اللي ابتديته، ما ترتدش بقى وتمشي ورا اليهود البطلين اللي رفضوا المسيح. فإنه إن كنا نتكلم بهذا الأسلوب إلا أننا لا نتكلم بهذه الأمور عنكم. على كل الأحوال إن كنت لا تقول هذا الكلام عنا فلماذا تديننا داعيا إيانا كسالة وتخيفنا وتذكر الأشواك؟ فإنه يقول لكننا نشتهي. بصوا بقى شد عليهم قال لهم أنا شايفكم حلوين ويجي منكم، وبعدين قال لهم نفسي بقى في إيه؟ نفسي أشوفكم قديسين، نفسي أشوفكم جدعان بقى عن كده، نفسي أشوفكم مكملين في اللي ابتديناه صح، نفسي أشوف الأرض بتاعتكم مطلعة 30 و60 و100. لكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. يعني شهوة قلبي أن أنا أشوفكم مكملين في رجائكم ومكملين في جهاتكم لغاية آخر العمر، كي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. إذن يقول نشتهي، لا نريد لهذه الرغبة أن تصل فقط لمستوى الكلام، لكن قل ماذا نشتهي؟ نشتهي أن تتبعوا الفضيلة، لا لأننا ندين الأمور السابقة بل لأننا نخاف. فشهوة قلبي من ناحيتكم أن الشر ده ما يجيش عليكم، أن النهاية الوحشة ما تبقاش نصيبكم. أنا أشتهي أن أنتوا تبقوا كلكم في السماء منورين، فعاوزكم تكملوا اللي ابتديتوه وتتعبوا شوي.
لأنه قد أصابكم الشلل، لأن قال لهم أنتوا بقيتوا بطء قوي، متخاملين، مدلعين، فالدنيا ملخبطة، صرتم خاملين. لاحظ كيف أنه لم يؤنبهم بل أظهر لهم الحب بكلمة نشتهي. نشتهي زي أب عاوز عيال وأحلى عيال، فخايف عليهم من الدلع والكسل والتهاون والأفكار الغريبة. شد شوية، طبطب شوية، شجع شوية، رجع يشد تاني. أب بينقذ عياله من اللخبطة. نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه، يبقى هو بيزقهم على الجهاد اللائق بالإيمان. ما هو الذي يستحق الإعجاب في حكمة بولس؟ هذا معنى قول نشتهي كل واحد. يمكن للمرء أن يقول أريد أن تحاول دوما ما كنت في السابق، إذ جعل التبكيت أكثر رقة. كلمة نشتهي رقيقة شوي، ويظهر هذا الاجتهاد عينه، يعني أنتم من تتعبتوا قبل كده وجربتوا التعب، فيها إيه لما أقول لكم تعبوا تاني؟ يعني ما أنت جاهدت. هذا الاجتهاد عينه، مش بطلبك غير بيه. اخترت المسيح ومشيت وراه واستحملته كتير، طيب أنا بقول لك كمل في اللي ابتديته، يعني مش بطلب حاجة صعبة قوي يعني. قال نشتهي، والذي كان دليل على حنو أبوي وأقوى من كلمة أريد، كأنه يقول اغفروا لنا حتى لو تكلمنا معكم كلاما صعبا. يعني عاوز ينعم كلامه بعد ما قال كلام زي الرصاص من خوفه عليهم، رجع يقول طب أنا نفسي في إيه غير أن أنتوا تبقوا قديسين وتكملوا اللي ابتديتوه. ماذا يعني بكلمة هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء للنهاية؟ يقول أن الرجاء يسند ويشجع أيضا، فلا تنهزموا ولا تيأسوا فيكون رجاءكم نافلا. كل من يعمل الصلاح يترجى الخيرات الأبدية. أنتوا عندكم رجاء تورثوا السماء، عندكم رجاء أن أنتوا تقفوا قدام المسيح يقول لكم نعم أيها العبد الصالح والأمين. طب ده عاوز جهاد، ده بقى كملوا في السكة دي. كي لا تكونوا متباطئين أو خاملين يقودهم إلى الزمن المستقبلي الخالي الهموم، لأن ذلك الزمان ليس هو الآن، فلن نكون مسؤولين عن شيء، لأن ذاك الذي يشعر بأنه يلاحظ نفسه في الحاضر فهو غير مبالي بالمستقبل، ربما يصير أكثر تباطؤا. يعني اللي هينسى الرجاء وينسى السماء وينسى وقفة ربنا اللي هيقف قصاد ربنا هيتدلع، إنما اللي فاكر وقفته قدام المسيح مش هيكسل، مش هيتدلع. فالذي يشعر بأنه يلاحظ نفسه لأجل حياة الدهر الآتي لن يكون متباطئا. ويقول لكننا نشتهي أن كل واحد منكم، فيا لعظمة حنو الرسول بولس، يعتني بنفس الشيء للكبار والصغار، للعظماء والبسطاء. بيقول كل واحد منكم ولا يحتقر أي إنسان، فنفس الكرامة تجاه الجميع. أقنعهم أن يقبلوا كلامه فلا يكونوا متباطئين جميعا، بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. من هم هؤلاء الذين يتكلم عنهم؟ يعني هيتمثلوا بمين؟ ليه بيقول لهم نفسي تقلدوا الناس اللي عندها إيمان وصبر ونالت المواد؟ طبعا لو انتوا فاكرين عبرانيين 11 بقى كله على الحتة دي، هيدينا بقى أمثلة الإيمان كلها في الكتاب المقدس عشان يحطها قدام عينيهم. كل الناس دي تعبت في إيمانها وصبرت لغاية ما نالت، وبالتالي بيقول لهم متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. فلما أنا أحط قدام عيني مثل أعلى سبقني ووصل بالسلامة للسماء، هتصبر واشتغل وجاهد وما تدلعش. فبيقول هنا إيه؟ من هم هؤلاء الذين يتكلم عنهم حين يقول متمثلين بالذين بالإيمان والأناء يرثون المواعيد؟ وفيما سبق قال أيضا تذكروا الأيام السالفة. ما هي هذه الأيام؟ كأنه يحيلهم إلى أبو الآباء إبراهيم. أكتر واحد يفرق عند العبرانيين أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ينطبق عليه قوي الحتة دي، أنه كمل المشوار لآخره، عاش بإيمان وصبر لغاية ما خلص رحلته على الأرض، ما تباطأش، ما تخاملش،
ما تدلعش، ما ابتداش خطوة وركن. فهنا عاوز يقول لهم ما انتوا ولاد إبراهيم، ما تشدوا حيلكم، ما متمثلين بالذين بالإيمان والأنانال المواعيد. حاملا لهؤلاء الأمثلة أو النماذج اللي هو على رأسها أبونا إبراهيم، لأنهم احتقروا كأناس غير مستحقين. يعني هم ابتدوا يحسوا أن هم إيه، مرفوضين، واليهود بيعذبوهم والضغوط زادت عليهم، فابتدوا بقى إيه يشاوروا عقلهم، طب نرجع نبقى يهود وخلاص، فكأنهم مش هيكملوا مشوار الترك اللي مشي أبونا إبراهيم ده. يجب كما يقول أن يتحمل المرء كل الأمور بصبر، لأن هذا هو معنى أن يؤمن أحد. لو أنه يقول أنني أعطي وأنت تأخذ على الفور، لماذا تؤمن؟ هذا الأمر لا يتعلق بإيمانك، بل بي أنا الذي أتممت الوعد. يعني أنت فاكر أنت بتتعب وبس، كل تعبك هتاخد مقابله في الآخر. فالإيمان دايما يعبر عنه بصبر. اللي عنده إيمان أن ربنا بيحسب له كل تعبه، وهيقدر له كل جهاده وصبره، وهيشوف كل الألام اللي عدت عليه وماسك في ربنا، الإيمان ده يصبره على الغرب. لكن لو فقد إيمانه، صبر إيه بقى؟ ما خلاص انتهى الصبر. أبونا إبراهيم بإيمانه فضل مستني 40 سنة لغاية ما شاف إسحاق، وبإيمانه كمل عايش في خيمة في الصحراء لغاية ما مشي، مع أنه كان غني. ليه؟ أصل ربنا وعده بنجوم السماء ورمل البحر وإيه، مدينة لها الأساسات. فهنا القديس بولس بيحط الإيمان وجنبه الصبر. تمثلوا بالذين بالإيمان والأناة نالوا المواعيد. لأنه إحنا تاني بفكركم، هو موضوع الرسالة إيه؟ ناس مؤمنين الضغط عليهم بالاضطهاد والتشكيك، فابتدوا يتراجعوا عن الإيمان. الصبر مش سندهم بقى، مش قادرين يكملوا تحت الضغط ده. فعاوز يقول لهم لا، كملوا، انتوا إيمانكم مستقيم، لكن ما تبقوش زي العيال الصغيرة اللي لسه عاوزة لبن ومتلخبطة في الإيمان. إيمانكم حلو بس عاوزة جهاد. وتمسكوا بيقين الإيمان للنهاية. فيكمل ويقول إيه؟ إن قلت أنني أعطي، أعطيت بعد 100 عام فلا تيأس. يعني شوف أبونا إبراهيم فضل قد إيه لغاية ما شاف الوعد. ما تعب كتير، ما شافش الوعد بسرعة، ولا شاف إسحاق بسرعة، ولا شاف السماء في الآخر بسرعة، لكن في الآخر شاف ده كله. حينئذ تكون قد اعتبرتني موضع تصديق. يعني ما تشوف اللي قبلك صبره قد إيه وناله، أنت كمان تتأكد أن ربنا مش بيكذب. ربنا يستاهل تقول له أمين يا رب، لأن كل وعوده أمينة وصادقة. فربنا ما بيقولش كلام في الهوى أبدا. يحدث ليس فقط بسبب غياب الرجاء، بل أيضا بسبب صغر النفس يغيب الصبر حين يختفي الوعد. يعني إيه؟ الواحد نفسه تصغر فيه، لا في سماء ولا في مكافأة، ودين عمالين نتخبط، ويبتدي الواحد بسبب اليأس يفقد الصبر لأنه فقد الوعد. لكن لو عندك مواعيد ووعود واضحة قصادك وماسك فيها، تتحمل، تتحمل كل الضيقات وكل الأوجاع وكل الآلام مهما كانت الظروف. يقول لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ خدمتم القديسين وتخدمونهم. القديسين دايما بمعنى الفقراء في لغة القديس بولس. فقال لهم على فكرة تعبكم مع الفقراء ده عند ربنا غالي قوي، فدور لهم على حتة حلوة رغم ان هم مهزوزين في ايمانهم، عشان يقول لهم دي حتة جميلة ربنا مش ممكن ينساها ابدا. انه يشهد لهؤلاء بامور عظيمة، ليس فقط باعمال، بل باعمال تمت بصبر. قال في موضع اخر ليس كما رجونا، بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا. يعني جه اللي بتوع كورنثوس قال لهم ده انتوا اديتوا نفسكم لربنا ولينا، واديتوا كل اللي عندكم للغلابة. اذا لاحظ كيف يعالجهم، فيضيف قائلا وتخدمونهم. صدقة الالفاظ، خدمتم وتخدمونهم، كأنه بيشجعهم يقول لهم انتوا ابتديتوا خدمة حلوة مع الغلابة وطلعتوا خير كتير ولسه بتخدموا، يعني كملوا خدمتكم. خدمتكم دي علامة جميلة، علامة إيمان وعلامة صبر، رغم الضيقات اللي انتوا فيها مصرين تكملوا في الخدمة. تعبير حلو، خدمتم القديسين وتخدمونهم.
رغم الظروف، مظهرا أنهم لم يفعلوا هذا للقديسين بل لله. يعني كل ده واصل لإيد ربنا، لأن هذا هو معنى نحو اسمه. قال أظهرتموها نحو اسمه، الخدمة دي مش رايحة للغلابة كغلابة بس، هم دول ولاد ربنا، فأظهروا المحبة لربنا في خدمة ولاده المحتاجين بالذات. كما أنه قال لأجل اسمه فعلتم كل شيء، ذاك الذي تمتع بكل هذا الاهتمام من قبلكم، يعني الغلبان اللي خد كل المحبة دي، لن يذري بكم ولن ينساكم، يعني الغلبان هيشفع فيكم في السماء. والمسيح اللي قبل من إيديكم العطايا والتبرعات وتعب المحبة ده مش ظالم، ده لازم يكافئ تماما عن هذا التعب. تعبير جميل قوي ان ربنا دايما يجازي ويكافئ عن اي تعب الواحد يظهره. اترجاكم فلنخدم القديسين، لان كل مؤمن هو قديس ما دام هو مؤمن. ان كان احد علماني هو قديس، لان الرجل غير المؤمن مقدس في المراه. يعني كلمه قديسين عاوز يقول ما تستكترهاش لما تتقال على كل مسيح، لأن الكتاب المقدس استخدم كلمة قديس أو مقدس على شخصيات عادية بس مؤمنة بالمسيح. إذن فلنمد يد العون لكل شخص حتى لو كان علماني، ويجب ألا نهتم فقط بأولئك الذين يعيشون في البراري، يعني النساك والرهبان، لا، إحنا بنهتم بكل الناس. فالنساك هم قديسون في الحياة وفي الإيمان، والعلمانيون أيضا قديسون في الإيمان، والكثيرون قديسون في الحياة فقط. الأمر ليس هكذا. يعني إيه؟ يعني ما تبصش إنه اللي لابس أسود بس ده اللي قديس، لا، في ناس عايشة عادية في الدنيا لكن محتملة آلام في الدنيا، وعندها أمراض وعندها متاعب كتيرة أو بتشكر ربنا. طب ما نشاركهم متاعبهم دي، ناخد بركتهم. حينما نرى راهب في محبسه ونزوره، ونرى علماني يجوز صعوبات ولا نقوم بزيارته، هذا العلماني قديس وأخ لك، ماذا إذن؟ هل ندينه لأنه غير راهب؟ يعني أنت ليه ميزتك منه راهب وناسك عن واحد تاني ظروفه قاسية قوي ومتألم؟ برضو ده عند ربنا قديس. فاسمع المسيح حينما يقول لا تدينه لكي لا تدانه، فلتفعل أنت هذا لأجل الله، يعني يخدم القديسين على كل أشكال، وخذ بركتهم وإظهر المحبة لأجل اسم الله. يجب أن نحسن لكل إنسان يجوز موقف صعب، بالأكثر جدا حين يكون علماني ومؤمن. فاسمع القديس بولس يقول حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لا أعرف من أين دخل إلينا هذا الفكر، كيف سادت هذه العادة، لأن هناك من يبحث عن النساك فقط ويريد أن يحسن إليهم ويقول عن الآخرين هذا غير مستحق. أنت بذلك تكون قد هدمت الجزء الأكبر من عمل الرحمة. يبدو كان في ظاهرة أن بعض الناس ما تعملش خير غير مع الرهبان النساك بس، فقال له أنت لغيت أغلب الرحمة، لأن الرحمة للناس اللي عايشة في الدنيا ومتألمة، وفي ناس كتيرة قوي في الدنيا متألمة، مش الراهب اللي اختار الألم والضيقة طريقه، لا، تبددل بالأولى. عمل الرحمة يعني أن يمارسه الإنسان ليس تجاه فئة معينة بل تجاه الكل وبفضيلة حقيقية. واسمع ما يقول المسيح في المثل، إنسان كان نازلا من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص، وابتدى يحكي ذهبي الفم ويربط عمل الرحمة بقصة السامري، عشان يقول هو الإنسان اللي نازل ده وتعامل مع الرحمة من السامري، هو ده كان راهب، هو ده كان كاهن، هو ده كان لاوي، ده كان إنسان عادي، لكن ربنا قدر قوي عمل الرحمة حتى مع غير النساك. فكأنه انتهى من الكلام، التمثلوا بالقديسين اللي بالصبر والإيمان وصلوا، وانتوا ربنا مش هينسى تعبكم مع الناس التعبانة، لكن ما تحطوهاش في فئة معينة، شوفوا كل التعبانين واعملوا معاهم الرحمة والخير، وربنا يبقى ظالم لو نسي تعبكم، لكنه ليس ظالم ولا ينسى تعب المحبة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.